مجلد هرگز او حلقو قبطه مناسبت بلاردن و شرکت داده بعد استقلال جد. اگر دبال دگیس و سنت گرده توم نده کس و رکت اساس کرده. و آن مناسبت دنکس و قیب جلای. معمولا حقوق شرکت داده بعد استقلال جد. عبدی یوسفار مشارحین تصدیح دست به قرآن کل میه و دنیا وعده. وزیر سیاسیان یه حمله کرد دوون. یشقال وینها. شرکت داده بعد استقلال جد. این تای مناسبت دست سعودی. و حلقه چه دی عدالت کرد دوون. و گورنتی نو حال کس که عدل معمولا شرکت داده بعد استقلال جد. عبدي يوسفار وكور بحيي مراحل كي كلادونا يسو مرتاي شركة داني يشقابور كاي سميين يسوكو كالينا وحوري مركا طبان سنة اتشرتو اما و بيسنسك چروو حالا يراه دا بيسنسك اسوا قانقار اما واما اتشور وحا اوينين اسلين هاي واقباتين وحا او نقونا يانو عاو كفاني كرنا انا نصاميني شقابور مركا شركة دي انو طبان سنة كوهر بلوني انو كو بلونا شقالها كوبان يعني كوبلوني ترك هير تبنقف ما أنت وح إلهي مهدية إن أي كشقيان شقالة كبدا أما أدو لبا بقول أو شقالة أو ككلا او که کلا سعودا گوبلد سومالی لان آوردن یونو و هر کسی که هلی حمله کرد دو نه کس و قیب جلی مناسب دنی حد گاره ایران تی ایت های اینان کس و قیب جلو کلان کن آکله وحا كلوي انا هدفية كمي ذا إلا أبورا شقو والله أبورا يأير تأيير لأنه يرادا إن شق الله أبورا وحا ينال كان عاوة إنو كده يسني تتكبضا لببق الأوقف إنه كشقيان وحنو هم بلين يمكو غور ريسا مهاملكا يو شقالها شركة دا سقال تشات أهد بانو هم بلين يا رونتي وحنا هانوغو شركة دا سقال تشات توانكي معامل يوجو ريبانها وسارد جناسي عن رنتي وحنوجنا هاي برايفت سيكتورسكو إن الكهرباء مريم بابليك ساتر قدام بنتي واحد لك لدوان الكاسكة شذي مسؤولين تصدح لحس بقرن وحنا يدهدين وحنشالينا نقولي بقارو هم بليه قدوميها شركة ده أما ما مولها شركة ده قد عبد يوسف oo intaanu ganacsiga gelin aanu siyaasadda mar wada bilownay ku hambariyeena inay noqotay campaign si fiican u kobcay si fiican u hawlgalay oo koray shaqala abuuray qaranka taariikhdiisa iyo aqoontiisa wax ka tareen maadaama ay quraalkii noo kaydiyeen waxa kale oo ku hambariyeena waa shirkad ay dhalinyaro abuurtay dadka ka shaqeeya waxaan aad ii farxigeliyay in waxaan mooday inay tahay meheradan meherad هل قفه مكويله وحنا هاي شركة بان لين هاي أو حير بان لين هاي وين وير ينجا واحد وهنشها إسمان أحمد إسمان ستار تي في هرجيسا